السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد كامل من وورلد اوتو، تكمله لسلسله الفيديوهات العربيات الاقتصاديه. معانا النهارده العربيه الهونداي الانترا الاتش دي، العربيه اللي مفيش اتنين يقدروا يختلفوا عليها في نقطه العمليه والاعتماديه. العربيه ان شاء الله هنشرحها شرح تفصيل، هقول لك الاختلاف ما بين الفئات، هقول لك السعر الرسمي ليها والسعر بعد الاوفر برايس. انزل بقى بسرعه، اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج الفيسبوك هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات ونتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. لو هنتكلم على الموتور اللي موجود في العربيه الاتش دي، فالعربيه بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر، تنفس طبيعي، 121 حصان، 156 نيوتن، عند 4200 لفه في الدقيقه. موتور 10/10 ونجمه كمان، مفيش فيه اي مشاكل، قطع غير متوفره زي ما انا قلت لكم في المقدمه. العربيه موجوده في السوق لمده سنين طويله، يعني قطع غيرها هتلاقيها في اي مكان ومتوفره، وموتور مفيش فيه اي مشاكل. عربيه بصراحه ممتازه جدا جدا. لو هنتكلم طبعا عربيه متوصله بناقل حركه اوتوماتيك من 4 سرعات. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الاخراجي اللي موجود في العربيه الاتش دي، فاول حاجه اوري كده لحضراتكم المفتاح ده، مفتاح العربيه زي ما انتم شايفين. بالمناسبه ان الفئه اللي موجوده معانا النهارده هي اول فئه، هقول لك الاختلاف ان شاء الله في اخر الفيديو. فوانيس طبعا بتيجي هالوجين، اللوجو هونداي الوسطي، الكروم اللي حوالين الشبكه الاماميه، وفوانيس الشبوره اللي موجوده تحت اللي حواليها بلاستيك اللي لونه السود. لو هنيجي هنا لجنب العربيه، فالعربيه بتيجي بطاسات 15 بوصه 65 على 195. العربيه مش بتيجي بمرايات دم كهرباء، بس فيها اشارات في المرايات. العربيه بالمناسبه من اول فئه بتنزل بازاز فيميه. جنب العربيه عملي، جنب العربيه مفيش فيه شغل كتير زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه في اول فيديو انها عربيه عمليه. طبعا الشكل الجديد او الفيس ليفت الجديد، الكروم اللي في العتب تحت زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي دلوقتي نشرح شكل العربيه من الخلف، نكمل شرح العربيه مع حضراتكم. زي ما انا قلت لكم العربيه بتيجي بازاز فيميه، السبويلر الخلفي، الكروم اللي موجود بعرض الشنطه، ولوجو هونداي الوسطي. وزي ما قلت لكم ان الفئه اللي موجوده دي الفئه الاولى، تقدر ان انت تفتح الشنطه بالمفتاح زي ما حضراتكم شايفين. مساحه الشنطه 402 لتر، مساحه الشنطه كبيره جدا، هتشيل معاك حاجات كتير. الاستبن اللي موجود زي ما حضراتكم شايفين طبعا بتيجي بطاسات 15 بوصه زي اللي راكبه في العربيه. نخش بقى دلوقتي مع حضراتكم نشوف المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه. اهم ما يميز العربيه الانترا بصراحه هي المساحات اللي موجوده فيها. العربيه ديت المساحات اللي موجوده فيها ممتازه جدا جدا. المسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي كويسه، المسافه اللي ما بينه وما بين السقف برده شغاله. القايم دوت مش هيعيقك وانت خارج او وانت داخل. طبعا الكرسي دوت احنا عملناه وضعيه متوسطه، ولا منه اللي هو قدام قوي ولا منه اللي هو ورا قوي، عملنا كل حاجه على الوضعيه المتوسطه، سواء الكرسي دوت او الكرسي بتاع الراكب الامامي. فبرضو المساحات ممتازه جدا جدا. من اهم مميزات عموما الاتش دي المساحات اللي موجوده فيها. نفق الفتيس هو بصراحه هو كبير، ولا هو متوسط ولا صغير، نفق الفتيس كبير، بس الشخص الثالث اللي هيبقى قاعد مش هيبقى فيه اي ازعاج. يعني انا وانا قاعد دلوقتي لو في 2 كبار قاعدين جنبيا مش هيبقى فيه اي ازعاج ليا. المساحات برضه هتكون كويسه جدا، مش هيبقى فيه اي ازعاج. طبعا العربيه ما بيبقاش فيها فتحات تكييف خلفيه. البلاستيك اللي موجود في الباب، انا قلت لكم ان العربيه ديت الفئه الاولى، فهتلاقي البلاستيك بيعم على كل اجزاء العربيه. البلاستيك اللي فيها كتير جدا جدا، سواء كان في بيبان، سواء كان في الطابلون من الامام. هنخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح الطابلون الامامي. فالبلاستيك اللي موجود في العربيه، ايدك لما هتيجي على اي حاجه موجوده فيها فهي كلها بلاستيك. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح الصالون الامامي اللي موجود في العربيه الاتش دي. تكمله لشرح العربيه الانترا الاتش دي من الداخل، اول حاجه كده ندور العربيه. زي ما انتم شايفين العدادات عادات تقليديه، تمام. على الشمال RPM، وفي النص مؤشر السرعه، وعلى اليمين مؤشر البنزين. الطاره طبعا مش بتيجي مالتي، زي ما انا قلت لكم ان الفئه اللي موجوده معانا هي الفئه الاولى. شغل كده مع حضراتكم التكييف، الجو بدأ يحرر. طبعا تكييف الانترا لا يعلى عليه، تكييف ممتاز جدا جدا. زي ما انا قلت لكم وانا بشرح الكنبه الخلفيه ان البلاستيك بيعم على كل اجزاء العربيه، فكل ده بلاستيك 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 بلاستيك. حتى البيبان من هنا كلها بلاستيك. هنا في كروم في الاكره بتاعه الباب، هنا الزرار بتاع السواق بس هو اللي بيجي اوتو زي ما انتم شايفين. الضغطة واحدة بترفع والضغطة واحدة بتنزل. بقية الزراير مفيهاش الاوتو، زرار بس بتاع السواق. هنا طبعا العربية بتيجي بكاسيت، ما بقاش فيها شاشة. شوف هنا موجود فيه زي ما انتوا شايفين مساحة تخزين، وممكن برضو انت تركب هنا شاشة. لو هنشرح هنا مع حضراتكم التكييف، هنا طبعا ده الزرار بتاع الانتظار. هنا التكييف بتقدر تتحكم في المروحة، وبتقدر ان انت تقفل الهواء الخارجي. يعني ايه الهواء الخارجي؟ يعني انت وانت ماشي اي هواء خارجي موجود بره في الشارع تقدر ان انت تتحكم فيه، ما يدخلش جوه العربية فيها عزل تاني. كده هي طبعا شغالة مع حضراتكم. لو هنيجي هنا طبعا ده الكباس بتاع العربية، وتتحكم في درجة البرودة. هنا تقدر تجيب الهواء اللي هو شغال دلوقتي ميكس، بيجيب من كل الاتجاهات. تقدر ان انت تجيبه من الامام بس، او من الامام ومن تحت، او من تحت بس، او السخانات زي ما حضراتكم شايفين. ننزل هنا برده في مساحة تخزين زي ما انتم شايفين. هنا في مخرج 12 فولت، وفي ولاعة، وفي مخرج ايو اكس. برده هنا في مساحة تخزين، ده نقل الحركة الاربع سرعات الاوتوماتيك. العربية مبيبقاش فيها هاند كهرباء، بتيجي في رامل يد يدوي عادية. مساحة التخزين اللي موجودة هنا كويسة ممتازة. مساحة التخزين اللي موجودة هنا مش كبيرة. هنا في مراية اهو زي ما حضراتكم شايفين. نفس الموضوع هنا كمان. العربية بيبقى فيها جراب نضارة من أول فئة، دي الإضاءة بتاعت العربية. مبيبقاش فيها فتحة سقف. ده كده شرح للعربية كامل من الأمام. نقف بقى دلوقتي على الاختلاف ما بين الفئات، الأسعار، والأسعار بعد الأوفر برايس. دلوقتي احنا رجعنا مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو، اللي بنقف عليه على عوامل الامان، بنقف على الاسعار، بنقف على الراي النهائي في العربيه، والاختلاف ما بين الفئات. وعايزك تركز معايا علشان العربيه دي فيها كلام كتير، واختلاف الفئات ما تتوهش مني، عشان فيها حاجات بتتضاف وحاجات بتتشال. والاصول طبعا ان احنا متعودين ان اي عربيه من الفئه الاولى ستاندرد، لما بطلع من الفئه الثانيه بيبقى معايا حاجات الفئه الاولى وبتضاف عليها الفئه الثانيه. لا، العربيه دي ماشيه العكس تمام. فعايزك تركز معايا بقى. بالنسبه للعربيه لو هنتكلم بقى على عوامل الامان، بالنسبه ان هي عربيه عائليه وعربيه بتاعت شغل، فنتكلم اهم حاجه عوامل الامان. نيجي لك للفئه الاولى. الفئه الاولى لا فيها اوبشن ولا فيها عوامل امان. الستاندرد معانا الفئه الاولى بيبقى فيها 4 ازاز كهرباء، ده بديهيات يعني تمام كده. فيها مخرج 12 فولت، بيبقى التكييف اللي موجود في العربيه بيبقى بكر. ده بالنسبه ايه دي الفئه الاولى. نخش بقى على عوامل الامان. عوامل الامان صفر، حرفيا صفر. انت بتاخد مكنه وناقل حركه ودور وتمشي واحمد ربنا على كده. انت واخد ماركه هونداي، فكفايه عليك كده، ما تقعدش مالكش اي متطلبات تاني في الحياه، دور وامشي واحمد ربنا. نخش بقى على الفئه الثانيه. الفئه الثانيه بتزيد عن الفئه الاولى فتحه السقف بس، حرفيا مفيش فيها اي حاجه تاني، مفيش فيها اي عوامل امان، مفيش فيها اي اوبشن تاني. والطاسه برده بتبقى 15 بوصه. العربيه اول 4 فئات بيبقى طاسات 15 بوصه، طاسات مش جنود، 15 بوصه 55/205. ده بالنسبه للاساسيات 4 فئات عشان ما نرجعش لها تاني. نخش بقى على الفئه الثالثه. قلت لك ان الفئه الاولى فاضيه، الفئه الثانيه بتزيد فتحه السقف. الفئه الثالثه هشيل لك فتحه السقف اللي زادت وهزود لك عليها 2 ارباج، هزود لك ABS، هزود لك EBD نظام توزيع قوه الفرامل. حلو لحد كده تمام. الاسلوب بقى يزيد معايا الحاجات. خش بقى على الفئه الرابعه. الفئة الرابعة هزود لك فتحة السقف مع الحاجات اللي أنا قلت لك عليها اللي هي عوامل الأمان. هرجع لك تاني فتحة السقف في الفئة الرابعة، نفس الطاسة ال 15 بوصة بنفس كل حاجة. نخش على الفئة الخامسة اللي ما بقتش موجودة دلوقتي، وأنا عملت سيرش فمتهيألي الفئة الخامسة هي مش موجودة دلوقتي. الفئة الخامسة بتزيد عن الكلام اللي أنا قلته ده كله، ما بتزيدش أي عوامل أمان ولا بتزيد أي حاجة. هيشيل الطاسة ويحط جنط بس 16 بوصة بس، ده اللي بيزيد في الفئة الخامسة. يبقى كده نرجع تاني وباختصار. الفئة الأولى فاضية، الفئة الثانية فتحة سقف، الفئة الثالثة هشيل فتحة سقف هزود لك 2 إرباج ABS EBD، الفئة الرابعة هزود لك مع الكلام ده كله فتحة السقف تاني هرجعها لك، الفئة الخامسة اللي مش موجودة بيحط طاسة مع نفس الكلام اللي أنا قلت لك. كده أنا بسطت لك كل حاجة وقلت لك باختصار شديد اللي موجود في العربية. نخش بقى على المهم وهي الأسعار. فالفئة الأولى بتيجي ب 307,000 جنيه، الفئة الثانية بتيجي ب 314,000 جنيه، الفئة الثالثة بتيجي ب 327,000 جنيه، الفئة الرابعة بتيجي ب 331,000 جنيه. دي آخر أبديت أو آخر تحديث لأسعار هيونداي بتاريخ نشر الفيديو أو بتاريخ نزول الفيديو دوت. دي الاسعار الرسميه زي ما انا قلت لحضراتكم ان الفئه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الاولى. طب الاسعار بقى زي ما انا قلت لك اقول لك الاسعار اللي مش رسميه. الفئه الاولى بتبتدي معانا من 307,000 جنيه، اللي مش رسمي العربيه ب 380,000 جنيه استلام فوري. شوف بقى الفرق من 307 لحد 380 كل دوت اوفر. بعيد عن الاوفر وبعيد عن التعليق، عموما الوقت اللي احنا فيه ده مش مناسب لشراء لاي عربيه خالص. الاسعار هتزيد في الفتره الجايه، هتزيد في كلتا الاحوال هتزيد طبعا. العربيه بالنسبه لك لو اكل وشرب، احنا عاملين في الفتره اللي فاتت سلسله للعربيات الاقتصاديه. العربيه بالنسبه لك لو اكل وشرب مش هتقدر تستغنى عن العربيه ولازم هتركب عربيه دلوقتي، فاحنا بنعمل الفتره اللي فاتت بعدنا عن العربيات اللي كانت الاسعار اللي هي لحد ما كانت معقوله، بس بعدنا عن العربيات اللي سعرها عالي قوي. بنتكلم في فئات اقتصاديه اللي هي كانت بممتنات لحد 300، ما بنزيدش عن الفتره دي. احنا بنصور النولوجان، بنصور النهارده العربيه الانترا الاتش دي، بنصور السوزوكي، عربيات سوزوكي طبعا عربيات كلها ممتازه وعربيات اقتصاديه. فبنحاول لحد ما ان احنا نهتم بالفئه الاقتصاديه في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، علشان لو العربيه بالنسبه لك اكل وشرب وضروريه في الفتره او الازمه اللي احنا فيها ديت، اقول لك ايه العربيات المناسبه ليك واسعارها ايه رسميه ومش رسميه. نخش بقى في الكلام المهم. العربيه ديت بصراحه عربيه ممتازه جدا جدا. العربيه الانترا الاتش دي عربيه موجوده طبعا زي ما قلت لك في المقدمه في السوق سنين طويله، قطع غير متوفره، هتلاقيها في اي كشك في الشارع وانت ماشي. عربيه ممتازه، تكييف 10/10، مكنه 10/10، نقل حركه من 4 سرعات، مش هيبقى فيه اي مشاكل تذكر. عربيه بصراحه ممتازه جدا جدا. توكيل غبور من التوكيلات الممتازه اللي موجوده في مصر، محدش برضو يقدر يختلف عليه. العربيه ديت عمليه، اعتماديه، عربيه بتديك مساحات ممتازه، عربيه ثابته على الطريق، عربيه بتقدم لك بصراحه كل حاجه، عربيه مناسبه جدا للشغل. العربيه برضو بيبقى فيها 2 إيرباك بس، بيبقى فيها ABS بس، العربيه ما فيش فيها ثبات الكتروني، ما فيش فيها ESP، فحاجه بصراحه تحزن. غبور هو بيحط الفئات بتاعته بصراحه مش عارف الدماغ بتبقى فيها ايه. تمام كده، انا كده قلت لك الاختلاف الفئات، قلت لك الاسعار الرسميه ولا مش رسميه. العربيه الفئه الاولى على اوفر برايس بتبقى ب 380,000 جنيه. تمام كده، مفيش تعليق طبعا على الكلام ده. العربيه موجوده في معرض سيد مكاوي، منتظرين طبعا تطبيق قرار حماية المستهلك اللي هيتطبق في خلال متهيألي 10 ايام او حاجه زي كده. هنتابع برده مع حضراتكم وهنشوف الدنيا فيها ايه الفتره الجايه. دي الاسعار الرسميه لحد نزول الفيديو، ولو الفيديو نزل وحصل ابديت هنكتب برده لحضراتكم تحت في الديسكربشن الابديت الجديد او الاسعار الجديده هتبقى ايه. لو في اي تعليق او في اي ملاحظات على الفيديو اكتبها لنا تحت في الكومنتات ونرد على حضراتكم. ولو في اي فيديوهات برده حابين تشوفوها الفتره الجايه اكتبوها لنا برده تحت في الكومنتات، وهنحاول ان احنا نوفرها ونصورها ان شاء الله. انزل بقى بسرعه اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيجي الفيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.